أحسابكم الله. المرسل يقول: أخوكم في ظل العقيدة الإسلامية أحمد مسفوح حسن من جازان بني مالك، يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الخطبة، خطبة يوم الجمعة أو العيد أو الاستسقاء أو غير ذلك؟ تجب الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وقوله في حديث صعود المنبر لما صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، ثم أخبر أصحابه أن جبريل أتى إليه وقال له: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما ثلاثة فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. الشاهد منه: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليه. الله جل وعلا أمر بالصلاة على رسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه تجب الصلاة عليه، وكذلك تجب الصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة، وتجب الصلاة عليه في الخطبة، في خطبة الجمعة وخطبة العيدين. نعم.